التقييم، وبجد المره دي التقييم كابتن احمد هو اللي عامله. خلي بالك والله والله يعني انت مش عاوزهم؟ التقييم ده انا مش انا حاطط الحكام. لا 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 التقييم انا حاطط الحكام. التقييم ده بيجي عامل ماسك الظرف ومرشمه بالشمع الاحمر وعامل الاسماء والدرجات يقول انا عملت التقييم، تروح اعمل التقييم. طيب ماشي. انا مسؤول تماما الحكام محمود عاشور، محمد معروف، وطارق مجدي، والدرجات برضو اللياقه البدنيه بتاعتهم عاليه جدا، وكان ممكن بصراحه في برضو جهاد عمل مباراه كويسه. جهاد برضو جهاد عمل ماتش كويس بصراحه امبارح. بس احنا طبعا الحلقه الجايه يا كابتن هنعمل بقى التقييم الشامل للدور الاولاني بعد الاجازه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده بالنسبه للحكام، انت عندك اي اعتراض على دول؟ لا 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 المساعدين هنا دول المساعدين دلوقتي. ماشي. هاني عبد الفتاح ليه رقم واحد؟ طبعا الكره الجميله اللي عملها دي وائل شعبان طبعا. تمام. وانا عايز اقول حتى محمد صلاح عبد الفتاح، يعني لما تيجي تبص الفروقات ايه؟ قليله. الفروقات مفيش. يعني نص درجه ودرجه وكلام يعني. انا عايز اقول ان للمره المليون يمكن احنا بنتكلم. تمام. ومحمد صلاح برضو ماشي ماشي كويس طبعا. الى جانب يعني محمد صلاح كويس، في غيرهم كتير. كريم ماهي ايه رايك؟ كريم ماهي طبعا كان ممتاز. كويس جدا. طبعا في كتير. طب ما حطيتوش ليه؟ انا اللي ما حطيتوش. وتامر رشاد اللي انت بتحبه على طول. انا برضه لا والله، انا قلت لك انا الحكام، انا الحكام مسؤول عنهم مسؤوليه كامله. كريم، انا كريم بصراحه كان نفسي احطه في. طب انا كنت عايز احط تامر رشاد، قلت لي خلاص الحلقه الجايه. اقول الحلقه الجايه تامر رشاد طلع اربع مرات، قلت له الحلقه الجايه. انت عارف يا تامر احنا طبعا بنهزر مع كابتن احمد، انتوا ما شاء الله طالما ان احنا ماشيين كويس يبقى دي بتخلي الواحد يا كابتن سعيد وهو بيجيب. طب بقول لك ايه